أنا رائد من السعودية، خريجة جامعية تخصص اللغة العربية. جيت أمريكا قبل 5 شهور تقريباً، أبي أخذ شهادة لغة، شهادة إنجلش. بعد التخرج من الإنترلينك بكمل ماستر، تخصص بعد أتوقع أنه إنجلش. سمعت عن الإنترلينك من زوجي وأصدقائي كانوا هنا يدرسون. بعض أصدقائي جربوا معاهد ثانية وما حسوا بالقوة اللي حسوا فيها بالإنترلينك. إنترلينك عندهم بروجكتس جدا قوية وتساعد الطالب إنه يطور مهاراته بالكتابة خصيصا، عشان كذا قررت إنه أكمل وأدرس بالإنترلينك. أول يوم جيت هنا الإنترلينك كنت مرة مستحية، وكان الإنجليش حقي مرة سيء، بس واختبرت اختبار الأول. بعدين يعطونا 3 أيام زي تجربة، إذا إحنا مناسبين لهالليفل اللي هم حطونا فيه. حطوني بليفل 1، بعدين إنه اكتشفوا إنه أنا أستحق أكثر. بس إنه يعني أول يوم أول الأيام كنت مستحية، فما بان قدراتي بالكلام والكتابة وهذه الأشياء. بعدين انقلوني ليفل 2. الإنترلينك عندهم الكتابة جدا قوية وتساعدك إنه يعطون كتابة أكاديمية يجهزون فيها للجامعة. كل جمعة عندنا كتابة مقال، عندنا قراية جرايد، قراية أكاديميك مقالات، فهذا الشيء مرة يساعد الطلاب اللي بيكملون، خصوصا اللي بيكملون. التيتشرز هنا مرة يساعدون الطلاب، يسمعون لهم كل مشاكلهم، سواء كانت مشاكل تخص الكلاس أو مشاكل خارج الكلاس. إذا في مشكلة إذا واجهت مشكلة خارج الكلاس وهذه المشكلة كانت تأثر علي بالكلاس، أقدر أشاركها مع التيتشرز. فهذا شيء مرة كويس هنا وما ألقاه بأي مكان. أنا تقريباً ما قد أخذت English class قبل. بديت أتعلم تقريباً قبل 5 شهور بالإنترلينك، ولاحظت أنه speaking والرايتنج عندي جداً تطور بفترة قليلة. حتى التيتشرز عندي قالوا كثير أنه تعلمتي سريع، مع أنه يعني ما قد تعلمتي قبل. فالبروجكتس حقهم أنه جداً فادني وجداً قوي. أكيد أنصح بالإنترلينك، جداً قوي خصوصاً بالكتابة. يعلمونك أكاديميك، يعني كيف تكتب أشياء مرة أكاديميك، يجهزونك جدا للجامعات، حتى يعلمونك الأشياء اللي daily life. كل البروجكتس عندهم جدا مفيدة للinternational student.